محمد صاحب جوامع الكلم من تفجرت من قلبه علوم الأولين والآخرين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وبعد، قد وصلنا في السنوسية الكبرى بحاشية الشيخ العلامة إسماعيل الحامدي رضي الله تعالى عنه إلى قوله: إن أول ما يجب، أي شرعا، إنما لم أقيده بذلك كما وقع في الإرشاد، يعني هو في المتن قال: إن أول ما يجب، اعلم أن أول ما يجب، ولم يقل أول ما يجب شرعا، وإنما عند الشرح فسر قال: أي شرعا، وإنما لم أقيده بذلك، يعني بقوله إيه؟ شرعا، كما وقع في الإرشاد لمين؟ لإمام الحرمين رضي الله تعالى عنه وغيره، يعني وغير الإيه؟ الإرشاد. لماذا لم يقيده هو الشيخ السنوسي رحمه الله تعالى؟ لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب. طبعا في الشرح بيقول: كان الأولى أو كان الأنسب بهذا الحكم، اللي هو إيه؟ الحكم بأن النظر واجب، يعني الحكم بوجوب النظر، يعني حكم النظر واجب شرعا، بل هو أول واجب. فهو بيقول: لعدم اختصاص القيد بهذا الواجب، الأولى أو الأنسب أن يقول: لعدم اختصاص القيد بهذا الحكم بدليل إيه؟ الإضرار، بل لم يقل الواجبات، إنما قال: بل الأحكام كلها، يعني الأحكام كلها سواء كانت وجوب، الأحكام إما الوجوب إما إيه؟ الحرمة، إما الاستحباب، لا الأحكام ليه؟ الشرعية، بل الأحكام كلها إنما تثبت عند أهل السنة بالشرع. ومعنى تثبت يعني تعلم، خلاص، لأن الأحكام الشرعية ثابتة، خلاص كده، وتعلم من إيه؟ من جهة الشرع لا من جهة الإيه؟ العقل، كما يقول مين؟ المعتزلة. لكن ما المراد بالشرع هنا عندما قال الأحكام؟ يعني الأحكام الشرعية اللي هي إيه؟ الوجوب والجواز والحرمة اللي الأحكام الخمسة، الأحكام كلها إنما تثبت عند أهل السنة بالشرع. فلو كان المراد بالشرع الأحكام الشرعية فيكون الكلام غير، ليس له فائدة، أو يكون الكلام لا معنى له، كأنه قال الأحكام الشرعية تثبت بالأحكام الشرعية. وإنما إيه المراد بالشرع؟ ليس المراد بالشرع يعني الحكم الشرعي أو الأحكام الشرعية، وإنما المراد به بعثة الرسول، أي رسول، ليه؟ أي رسول، وما كنا معذبين حتى نبعث إيه؟ رسول. أما بالنسبة لأمتنا فالمراد بعثة مين؟ بعثة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إبقينا ما المراد بالشرع؟ بعثة الرسل، وليس المراد بالشرع الأحكام الشرعية، ويصبح الكلام لغو لا معنى له، كأنه قال الأحكام كلها بما فيها الوجوب واجبة بالأحكام الشرعية،
وهذا يعتبر ايه كلام لغو ولا فائدة فيه. بل الاحكام كلها انما تثبت يعني ايه يعني تثبت تعلم خلاص او تؤخذ. وحكمت المعتزلة فيها العقل. ايه معنى حكمت المعتزلة فيها؟ يعني في الاحكام الايه في الاحكام مش الشرعية، لو سموها شرعية كان في الاحكام. وحكمت المعتزلة فيها العقل بمعنى ايه؟ بمعنى جعلوه حكما بان زعموا انه يستقل غالبا. ده راجع كلام المعتزلة، راجع للقاعدة بتاعتهم اللي هي التحسين والتقبيح العقليين. يعني ايه معنى المعتزلة حكمت العقل؟ يعني جعلوه او زعموا انه حكما يستقل غالبا بإدراك الايه الحس والقبح او الحسن والقبيح والمثاب عليه والمعاقب عليه. يعني يقولوا لو ما فيش شرع اصلا، ولو لم يبعث اي رسول، فيمكن للعقل ان يعرف ما هو حسن وما هو قبيح، وبالتالي يثاب الانسان على ما حسنه العقل ويعاقب على ما قبحه العقل. والشرع إنما هو مؤكد أو معين، يعني الشرع يأتي للتأكيد أو يأتي مساعد. وليس معنى كلام المعتزلة أنهم يسندون التكاليف الشرعية للعقل وينكرون الشريعة، ليس هذا هو المعنى. فلو كانوا يسندون التكاليف إلى العقل وينكرون الشريعة لكفروا. ده بل بالعكس، ده بيستشهد بها، ولكن يستشهدون بها ويجعلونها تقر الأحكام على سبيل الإيه؟ على سبيل التوكيد أو على أنها معينة، ولكن ليست إيه؟ ليست هي إيه؟ تمام كده، فهمنا كده؟ هذا هو كلام مين الايه؟ هذا هو الفهم الصحيح لكلام المعتزلة. يعني جعلوا العقل حكما، يعني ممكن يستقل بإدراك الحسن والقبيح ويعرف ايه اللي فيه عقاب وفي ايه في ثواب. امال الشرع يأتي ايه؟ يأتي مجرد ايه مؤكد ومعين. وليس معنى كلامهم انهم ينكرون ايه الشريعة خلاص. وحكمت ليس منشئا الكاشف، يعني يستطيع ان يصل يستقل بالوصول الى ما هو حسن وهو قبيح. لكن ما هو حسن وهو قبيح بيقول القبح والحسن ده ممكن يكون ذاتي في الاشياء، ولذلك العقل يستطيع يكشف عن هذا ولا يستقل. ولو كان مستقلا لانكروا الايه؟ لانكروا الشر. انما يستقل في الكشف في الوصول وليس في التاسيس، بدليل انهم يعطون من الفرق الايه؟ الاسلاميه، وليسوا جاحدين للوحي ولا جاحدين للايه؟ للنصوص او للاحكام الشرعيه. وحكمت المعتزله. انت معك حد هيقرا؟ معك كتاب؟ مش هتيجي هنا؟ مين اللي هيقرا، انت ولا هو؟ خلاص ماشي اقرا انت، بس تعال انت هنا عشان اقرا كده. وحكمت المعتزله. ايه ده؟ يعني في حاجات بيقولوا لا العقل ما يعرفش يوصل لها يستقل لها، دي نادره. يعني في الغالب كل حاجه ايه يستطيع العقل الوصول لها. لانهم لو قالوا يعني جعلوا العقل كده دائما، الجماعة كده مش عاوزين الشرع ده خالص، فسابوا حاجة للشرع كده يعني حياء كده، حاجات يعني اللي هي معضلات سيبوها دي. بس فين حاجة أو حاجتين. وحكمت المعتزلة صفحة 15. قال المصنف نفعنا الله بعلمه وبعلمه 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 وبعلمه
تحكمت المعتزلة فيها العقل، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم في محله، إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراف، وهو أن قالوا يعني الرد على المعتزلة في قضية التحسين والتقبيح العقليين ده لسه حياتي لسه جاي بعدين، إلا أنهم خصوا إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراف. ما هو هذا الموضع؟ لا أخبعت رسولي، هو بيتكلم على أنه الحكم هنا إيه؟ وجوب النظر اللي هو أول واجب اللي هو طريق إلى المعرفة، هل هو واجب بالشرع ولا هو واجب بالإيه؟ بالعقل. فخصوا هذا الموضع اللي احنا بنتكلم فيه ده اللي هو أول ما يجب اللي هو الحكم في وجوب النظر. هو صحيح الأحكام كلها عند أهل السنة، خلاص كده، والأحكام كلها عند مين؟ عند المعتزلة. لكن هو مش هيرد على القضية دي، ده هيرد على الجزئية اللي فيها الاعتراض اللي هي ايه؟ إلا أنهم خصوا هذا الموضع اللي هو ايه؟ وجوب النظر لا سائر الأحكام. يعني هم ما أنكروش في الآن بيتكلموا فيه في جزئية معينة في مسألة معينة وهي وجوب الايه؟ النظر، لا سائر الأحكام. يبقى اعترضوا هنا على ايه؟ على وجوب النظر، لأن أهل السنة قالوا إنه واجب شرعا فاعترضوا على ذي. لما هم مش معترضين على ذي بس، ده معترضين على الأحكام كلها. قال لك بس ده لسه هيجي فين؟ فيما بعد، بس عاوزين نتكلم في الجزئية اللي هم خصوها باعتراض. وهو أن قالوا لو لم يجب النظر عقلا للزم إفحام الرسل. يعني بيقولوا انتوا يا اهل السنة بتقولوا ايه؟ انه النظر اول واجب، وبتقولوا عليه ايه؟ واجب شرعا، مش كده؟ فراحوا اعترضوا قالوا لنا لا، ده هو واجب عقلا مش شرعا. خدت بالك؟ يبقى هم خصوا الايه الموضوع ده بالذات بايه؟ باعتراض، وقالوا ان النظر واجب عقلا، وقالوا لو لم يجب عقلا للزم افحام الرسل. يعني معناها لو قلنا بكلامكم ان النظر واجب شرعا يلزم ايه؟ افحام الرسل. لو قلنا انه واجب شرعا فلا بد ان يكون واجب ايه؟ عقلا. هذا الموضع اللي اتكلموا ايه فيه. وبيان الملازمة ان المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوبه، ولا يعلم وجوبه ما لم ينظر. ده خليك في الايه في الحاشية. يبقى الاول هنتكلم في بيان الملازمة، وبعدين نشوف الايه الحاشية فيها ايه. هم قالوا ايه؟ لو لم يجب، شوف كده، النظر عقلا، خلاص كده، دي الشرطية دي. وبعدين ايه؟ لا لازم افحام، ادي الملازمة. عاوزين نعرف الملازمة هنا غير بينة. يعني مثلا ايه الربط بين عدم وجوب النظر عقلا وبين افحام الرسل؟ ما قالوا لو ما كانش واجب عقلا هيلزم ايه؟ افحام الرسل. فالشيخ بيقول وبيان الملازمة، يعني عاوز يبين الملازمة بين افحام الرسل وايه وعدم وجوب النظر عقلا. يعني قالوا اذا لم يكن واجبا عقلا هيلزم ايه؟ افحام الرسل. فبيقول وبيان الملازمة ان المكلف لا ينظر. احنا بنقولوا احنا الان دلوقتي بتقولوا انتوا ايه؟ بتقولوا يا اهل السنة انه النظر واجب شرعا، مش كده؟ نعم. ابن المكلف مش هينظر
ما لم يعلم وجوبه. يعني كيف ينظر إذا لم يعلم بأن النظر واجب؟ ولا يعلم وجوبه ما لم ينظر. خلاص كده، يبقى معنى كده كأن النظر توقف على النظر، وتوقف الشيء على نفسه باطل أو يؤدي إلى إيه؟ إلى المحال. نشوف كده، احنا قلنا اقرأ الحاشية وبعدين نتكلم في موضوع الملازمة. وحكمت المعتزلة، قوله وحكمت المعتزلة فيها أي في الأحكام سائرها العقل، أي جعلت العقل حاكما بها أي مدركا لها. وحكمت المعتزلة فيها، يعني مش في حكم وجوب النظر، في الأحكام سائرها، يعني في كل الايه الاحكام، لكن اللي يعنينا هنا ايه الحكم ده، اي جعلت العقل حاكما بها اي مدركا لها بنفسه والشرع مؤكد. يعني مش هو الـ زي ما انت قلت، مش هو اللي حينشئ، هو حيدرك، يعني حيصل بثقابة الفكر ورجحان العقل إلى الحكم، مش عاوزين شرع. إن جاء الشرع خير ونعمة ويزيد الله، ما جاءش خلاص العقل استطاع أن يصل، وليس هو إيه الحاكم يعني المستقل، وإلا حيبقى العقل إيه إله. خلاص كده فهمت كده مذهب المعتزلة، عشان ما نكفرش المعتزلة. قول قوله في محله، يبقى جعلت العقل حاكما بها أي مدركا لها بنفسه والشرع مؤكد. قوله في محله، قوله في محله أي محل الرد عليهم في ذلك، وهو مبحث التحسين والتقدير يعني بيقول وسيأتي الرد، وسيأتي إن شاء الله تعالى الرد عليهم في محله. فين طب المحل؟ عشان لما نحتاج قال لك فين، في مبحث التحسين والتقبيح العقليين، يعني لما يجي هذا المبحث هيأتي الرد كاملا، أما الرد هنا فقط في الجزئية دي. قوله إلا أنهم خصوا هذا الموضع باعتراض، أي المعتزلة خصوا هذا الموضع، أي موضع وجوب النظر الذي هو مبنى الأحكام الأصلية والفرعية باعتراض. يعني الموضع ده مهم جدا، فعشان كده هم اعترضوا على الأحكام كلها وقالوا إنها واجبة بالعقل. هم اللي ما كانوا اكتفوا بالاعتراض العام، وكان حيدخل في موضوع ايه؟ موضوع وجوب النظر، مش كان حيدخل؟ هم اللي خصوا باعتراض، لأنه مبنى الأحكام الأصلية والفرعية، يعني دل حتنبني عليه الأحكام كلها، لأنه أول الواجبات وليس قبله واجب، لأنه لا واجب قبل المعرفة، إذ الواجبات كلها متوقفة عليها. فعشان كده لو هزوا الموضع ده يبقى خلاص سقط البنيان كله، يبقى قضوا على البناء من أساسه، وأتوا على البنيان من قواعده، فخصوا هذا الموضع به باعتراض. قوله إلا أنهم أي المعتزلة خصوا هذا الموضع، أي موضع وجوب النظر الذي هو مبنى الأحكام الأصلية، مبنى يعني الأحكام الأصلية والفرعية كلها مبنية عليه، الذي هو مبنى الأحكام الأصلية والفرعية باعتراض، أي ولم يذكروه فيما يأتي، وهذا استدراك على ما يتوهم من قوله وسيأتي إلى آخره، فإنه يوهم أنهم لم يذكروا هنا شيئا، فدفع ذلك بقوله إلا أنهم.
إلى آخره. يعني كأنه لما قال وسيأتي حيتوهم أنه مش حيرد على حاجة، حيأخر الموضوع كله، فراح استدرك قال إلا أنهم خصوا هذا الموضع وبالتالي حنخص هذا الموضع برد وحده غير الإيه، عشان ما تفهمش أنه حيأخر المشكلة، لا ده حيتكلم بس في الجزئين. قوله لو لم يجب النظر عقلا لازم إفحام الرسل، هذا قياس استثنائي حذفوا فيه الاستثنائية مع دليلها والنتيجة. يعني ده قياس استثنائي حذفوا فيه الاستثنائية مذكورة فيه هنا إيه الشرطية مع دليلها والنتيجة، يعني إيه الاستثنائية محذوفة والنتيجة إيه محذوفة. ولما كانت هذه الملازمة ليست بينة بينوها، بينوها بقولهم وبيان الملازمة إلى آخره. وهذا الدليل الذي أقاموه من قبيل دليل الخلف المثبت للمطلوب بإبطال نقيض. يعني الدليل بتاعهم ده لما هتيجي في المنطق هيجي فين ده؟ في قياس الايه؟ الخلف اللي هو حيثبت المطلوب بإبطال النقيض. يعني مثلا أنا عاوز أثبت قدم العالم، مش كده؟ إيه نقيض القدم؟ عاوز أثبت حدوث العالم، حدوث العالم. إيه نقيض العالم الحدوث القدم؟ فأبطل النقيض فتسلم لي النتيجة. يعني لا أقيم الدليل على المطلوب وإنما على نقيضه، على إبطال نقيض، على إبطال الإيه؟ نقيض المطلوب. نقيض المطلوب فيثبت لي المطلوب. فإذا أبطلت أن العالم قديم ثبت إيه؟ ثبت أنه حادث. فهم يريدون إيه؟ هكذا إبطال إيه؟ ايه اللي عاوزينه هنا؟ احنا جبنا مثال انه انا حابطل قدم الايه العالم فيثبت الحدوث، فهم هنا حيبطلوا انه النظر واجب ايه شرعا فيثبت لهم ايه انه واجب عقلا. بس يلا. وتقريره ان يقال لو لم يجب النظر عقلا للزم افحام الرسل، أي عجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة. يعني عاوزين يقولوا إيه النظر ده لو ما كانش يا أهل السنة واجب عقلا حيلزم على ذلك إفحام الرسل. يعني إيه؟ يعني عجزهم إفحامهم أي عجزهم عن إثبات نبوتهم في مقام المناظرة، لكن التالي باطل اللي هو إيه؟ عجزهم عن إثبات نبوتهم لكن التالي باطل لما يلزم عليه من عدم الفائدة في البعث. وإذا بطل التالي فالمقدم وهو إيه؟ لو لم يجب النظر عقلا مثله، لأن بطلان التالي مبني على بطلان مين؟ على المقدم. ما تقولش الاول في القضية كده الشرطية في مقدم وفي ايه وفي تالي، والحملية في محمول وفي ايه موضوع، خليك مع المصطلحات. ما تقولش الاول والثاني عشان ما تلغي. فالمقدم وهو لو لم يجب النظر عقلا مثله، يعني مثل ايه؟ مثل التالي، لان التالي باطل والتالي ده مبني على المقدم، وما بني على باطل فهو ايه؟ فهو باطل مثله. واذا بطل اللي هو ايه؟ واذا بطل يبقى ده الجواب، ده لم يجب النظر عقلا اللي هو ايه؟ يعني اذا بطل انه النظر مش واجب عقلا، دي لن تكون بين قوسين، مش دي جواب الشرط. وإذا بطل اللي هو إيه اللي يبطل؟ لم يجب النظر عقلا، بطل يبقى حيلزم إيه؟ إفحام الرسل. يعني معناها إذا ثبت أن النظر واجب شرعا مش عقلا، وإذا بطل لم يجب النظر عقلا، يعني بطل في الجملة دي الذي هو المقدم
ما هو المقدم لم يجب النظر عقلا، والتالي هو ايه؟ لازم افحام الرسل. فاذا بطل المقدم ثبت. طبعا لماذا بطل المقدم ببطلان التالي؟ خلاص كده، لانه التالي اللي هو افحام الرسل ده باطل، لانهم ادوا وبلغوا رسالاتهم، وهذا مرتب على المقدم، وبالتالي ثبت بطلان الايه المقدم اللي هو عدم وجوب النظر عقلا، فثبت نقيضه اللي هو وجوبه عقلا. مفهوم لسه؟ نعم. يعني لم يجب عقلا، ثبت نقيضه اللي هو وجب عقلا. ما هو نقيض النفي الايه الاثبات، وهو المطلوب. يلا. قوله وبيان الملازمة، أي بيان أنه يلزم من انتفاء الوجوب العقلي إفحام الرسل. يعني حجيب لك أنا مثلا التالي، وحجيب لك المقدم، وحقرر لك اعتراض مين؟ اعتراض المعتزلة. ماذا قالوا في اعتراضهم عشان نحفظه؟ لو لم يجب، يعني عندهم يجب، وقالوا لو لم يجب عقلا لا لازم افحام الرسل. يبقى عشان ننفي افحام الرسل يبقى معناه ايه؟ نشيل كذا لم يجب، فيكون يجب، يجب عقلا. ويريدون لو لم يجب عقلا يعني لو وجب شرعا، والتالي باطل لبطلان الايه والمقدم باطل لانه ده مبني عليه، واذا بطل ثبت نقيضه، ونقيضه هو الوجوب عقلا لانه المقدم هو لو لم يجب. هقرر لك اعتراضه كما اورده الشارح في قياس استثنائي. شوف كده، لو لم يجب النظر عقلا للزم افحام الرسل، لكن التالي باطل فبطل المقدم، المقدم اللي هو ايه لم يجب النظر عقلا، فثبت نقيضه وهو وجوب النظر عقلا، وهو مطلوب المعتزلة. مش قلنا ده قياس الخلف، لأنهم يستدلون على الشيء بإبطال نقيضه. بقي في الدليل شيئان، إثبات بطلان التالي، مش احنا بنقول في تالي وفي ايه مقدم. حجبها لك مثلا لما اقول ايه اذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، يبقى التالي ده مبني على ايه؟ على ايه؟ على المقدم. طه. واذا قلت لو لم تكن الشمس طالعة فالنهار ليس موجود، فاحنا عندنا ايه اثبات بطلان التالي. ثم الامر الاخر هو بيان الملازمة بين ايه؟ بين التالي والمقدم. ليه؟ لانها اي الملازمة غير بينة، وبالتالي تحتاج الى ايه؟ الى بيان وايضاح. اما بطلان التالي، ما هو التالي؟ ها؟ اللي هو ايه؟ اللي هو افحام الرسل، والمقدم اللي هو ايه؟ لو لم يجب النظر عقله. اما بطلان التالي وهو افحام الرسل، لانه لو ثبت ذلك، يعني افحام الرسل، وعجزوا عن اثبات رسالتهم لما كان في ارسالهم فائدة، فعشان كده بطلان التالي امر ظاهر وواضح. خلاص كده، عاوزين الان نعرف بيان الملازمة. الملازمة بين ايه وبين ايه؟ بين النظر عقلا وعدم افحام الرسل. لا، تقول كده بين التالي والايه والمقدم، بيان الايه الملازمة. اما بيان الملازمة فلانه يؤدي الى توقف النظر على النظر، وتوقف الشيء على نفسه باطل،
فلا يتحقق النظر أبدا ولا يقدر النبي على دفعه وهو معنى إفحامه. يعني يقول له النبي يقول للمكلف انظر فيقول لا أنظر ما لم أعلم نبوتك ولا أعلم نبوتك ما لم أنظر وأنا لا أنظر. يقول له تعالى انظر في معجزتي، تعالى أنا نبي بص كده في المعجزة. يقول والله أنا مش هبص إلا إذا عرفت إنك نبي، ومش هعرف إنك نبي إلا إذا بصيت، وأنا مش هبص. فكيف يبقى هنا في الحالة دي هيفحم الرسول؟ وبالتالي شفت كده عشان بيان وبيان الملازمة. خليك معاي، قلنا بيان الملازمة لأنه يؤدي إلى توقف النظر على النظر، أو توقف يعني معناها الشيء حيكون متوقف على نفسه. فكيف إذا كان الشيء متوقفا على نفسه فلا يتحقق النظر أبدا؟ زي ما أنا هقول لك لا أعطيك درهما إلا إذا أعطيتك قبله درهما. فمعنى هذا أنني لا أعطيك الدرهم أبدا ولن تناله بأي حال. ليه؟ لأن الدرهم مشروط بدرهم قبله، والدرهم اللي قبله مشروط بقبله، وهكذا إلى لا أول، فمش هتاخد الدرهم نهائيا. فكل ما أقول لك انظر هيقول لي طب وأنا أنظر ليه؟ يقول لك عشان تتأكد أن أنا نبي. قولوا الله أنا مش هعرف إنك مش هيعرف إن النظر واجب علي إلا إذا نظرت. يبقى إذن ده متوقف على ده. فهمت كده بيان بيان الملازمة؟ فلأنه يؤدي إلى توقف النظر على النظر وتوقف الشيء على نفسه باطل، فلا يتحقق النظر أبدا ولا يقدر النبي على دفعه وهو معنى إفحام. طيب كيف يؤدي؟ لازم نشرحها ونبينها. كيف يؤدي إلى توقف النظر على النظر؟ يعني عاوزين نعرف كيف النظر متوقف على النظر. ليه؟ لأن النظر لما أقول لك انظر، احنا قلنا النظر واجب، احنا لما نقول واجب شرعا هم بيردوا على أهل السنة، يقول لهم تعالوا النظر ده متوقف على وجوب النظر، مش كده؟ ووجوب النظر متوقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب متوقف على النظر، فأدى إلى توقف الشيء على نفسه. يعني يقول له انظر، يقول له والله أنا لا أنظر، خلاص كده إذا علمت أنه واجب، وحتى أعلم أنه واجب لازم أنظر وأنا مش هنظر. فهمت كده البيان دليل المعتزلة؟ الإجابة اللي سلكها العلماء على رأسهم العلامة الكبير شيخنا وشيخ مشايخ مشايخ مشايخنا إلى يوم يبعثون الشيخ السنوسي، سلكوا في الإجابة طريقتين: طريقة الإلزام وطريقة التحقيق. يعني الإجابة لها لها وجهان، زي العملة لها وجهان. وجه يكون فيه إلزام لهم، يعني إسكات وإفحام، كما أسكتونا وهم ما أسكتوناش ولا أفحموناش، ده على سبيل الجدل، زي ما هم أوقفونا احنا نوقفهم، وإذا أوقفونا كما أوقفناهم كنا سواء، لا غالب ولا مغلوب، صفر صفر أو واحد واحد، خلاص. إنما الطريقة الثانية اللي فيها التحقيق العلمي، فبدأ بطريقة بطريقة الإلزام، خلاص كده. يعني مثلا أول ما بدأ يرد عليهم راح قال لهم إن اعتراضكم ده كما يتوجه علينا يتوجه عليكم، وما يلزمنا في رأيكم على دعواكم بوجوب النظر شرعا من إفحام الرسل يلزمكم على دعواكم بوجوبه عقلا. يعني زي ما انتوا قلتم لو لم يجب عقلا للزم إفحام الرسل، فاحنا هنوجه إليكم نفس الاعتراض
وحنقول لو لم يجب شرعا لو لا ايه للزم افحام الرسل. يبقى اذن اعتراضكم ساقط مدامت هو ملزم لمين مش اللي نحن بس هو ملزم لكم ايضا بس على العكس فاعتراضكم ساقط وعليكم ان تجيبوا عنه اولا وما تجيبون به فهو يصلح ان يكون جوابا لنا يعني والله اللي انتوا هتردوا به هنقول هو نفسه بس على ايه على ما يؤيد دليلنا. بعد كده يعترض على المعتزلة ايه يعني عاوزين نلزم المعتزلة بما ألزموا به أهل السنة فنقول لهم لو وجب النظر عقلا للزم إفحام الرسل أيضا. المعتزلة حيدهش يقول لك كيف ذلك ما هو مش حيظن انه يعني احنا وصلنا للذكاء الى ما وصلوا اليه حتقول له والله نفس اللي انت بتقوله ونفس اللي انت بتعترض علي به انا هعترض عليك به ويا رأيك اذا كنت راجل رد واللي انت هترد به ده يعني هتفرج عني انا هروح انا ايه استعمله في نفس الطريقة فهيقول له كده هيقول له تعالى لو وجب النظر عقلا لازم ايه افحام الرسل ليه اقول له وجوب النظر عند المعتزلة غير ضروري يعني مثلا مش زي المشاهدات والحسيات مش امر ضروري لانه يفتقر الى انظار دقيقة يعني كأنه يجي مثلا يقول له تعالى انظر بالعقل مش انت بتقول النظر واجب عقلا فمتى يعلم ان النظر واجب عقلا اذا ايه اذا نظر وانا مش هنظر نفس الكلام فحيفحم المعتزلي زي ما حيقول والله انت بيقول اذا نظرت عقلا تعلم وانا مش هعلم انه واجب الا اذا نظرت وانا لا انظر يبقى رجع الكلام عليه فرجع الامر الى توقف النظر على النظر كما ايه قالوا اولا. يلا مولا قوله وبيان الملازمة أي بيان أنه يلزم من انتفاء الوجوب العقلي إفحام الرسل قوله أن المكلف إلى آخره عرفت الملازمة يعني حيقول إيه حيقول لا أنظر حتى يجب مش كده ولا يجب حتى أنظر واضحة جدا أنا لا أنظر حتى يجب ولا يجب حتى أنظر فتوقف النظر على إيه وسواء كان الوجوب عقلي أو شرعي مش هتفرق ما هي لا أنظر حتى يجب مش كده ولا حتى أعلم ولا أعلم حتى أنظر سواء كان عقلا أو كان شرعا النتيجة واحدة قوله أن المكلف لا ينظر ما لم يعلم وجوبه ولا يعلم وجوبه ما لم ينظر يعني لا ينظر ما لم يعلم وجوب النظر كده ولا يعلم وجوبه ما لم ينظر وزي ما قلت لكم سواء كانت الوجوب شرعي أو عقلي ما فيش فرق النتيجة واحدة فمثلا يقول لا أنظر حتى يحكم العقل بلاش الشرع خلينا مع المعتزلة لا أنظر حتى يحكم العقل بوجوبه ولا يحكم بوجوبه حتى أنظر فكما لزم الدور في الأول يلزم في الثاني يعني لا ينظر حتى لا ينظر ولا يجب حتى يجب افرض مثلا واحد تفلسف مثلا وقال لا ما فيش دور ما قلنا الدور يعني النظر متوقف على النظر والوجوب متوقف على ايه على الوجوب فكأنه يقول النظر اولا في ايه النظر اولا في المعرفة والنظر الموقوف عليه هو النظر في المقدمات يبقى هنا في جهة منفكة لا لأنه اختلف المنظور فيه يعني صحيح النظر متوقف على النظر لكن المنظور فيه مش واحد النظر أولا فين في المعرفة والنظر الموقوف عليه الوجوب
هو في المقدمات يبقى الجهة ايه منفكة. فالجواب ان النظر حقيقة واحدة، وقد توقف النظر في المعرفة على النظر في وجوب النظر. يبقى في هذه الحالة صدق توقف النظر على النظر وان اختلف المنظور فيه، والافحام حاصل بكل اعتبار. اذ يقول اللي هو المكلف بالنسبة للنبي اذا كان الوجوب ايه شرعا، يقول لا انظر في معجزتك حتى يجب علي شرعا، ولا يجب علي شرعا حتى انظر وانا لا انظر. طب واذا كان الوجوب عقلي، يقول لا انظر في معجزتك حتى يجب علي النظر عقلا، والعقل لا يوجبه علي ضرورة بل لا يوجبه حتى انظر، هل واجب علي ام لا وانا لا انظر. يبقى في الحالتين هذا هو الجواب الايه الالزامي. احنا قلنا في طريقتين للجواب، جواب الزامي وجواب تحقيقي. يلا يا شيخ. قوله ان المكلف الى اخره، توضيحه ان المكلف لو وجب عليه النظر شرعا وقال له الرسول يجب عليك شرعا ان تنظر في معجزتي لتعلم صدق دعواك، وتنظر في جميع ما يتوقف عليه ثبوت الصانع لتعلم صفاته، لقال المكلف المرسل اليه لا انظر حتى يجب علي النظر، أي حتى يثبت وجوبه علي وأكلف به، إذ الوجوب شرعي والشرع لم يثبت عندي ولا يجب. لأنه نفس ثبوت الشرع بالنظر، فكيف يكون النظر واجبا بالشرع مع أن وجوب الشرع متوقف على النظر ووجوب النظر متوقف على الشرع. يبقى يقول له لا انا من البدايه خليني بعيد، انت في حالك وانا في حالك. شوف كده، لقال المكلف المرسل اليه لا انظر، يعني لمين؟ للنبي او لصاحب المعجزه، لا انظر حتى يجب علي النظر. يعني انا انظر ليه؟ ايش عرفني ان النظر واجب؟ وبعدين اي حتى يثبت وجوبه علي واكلف به، إذ الوجوب شرعي والشرع لم يثبت عندي بعد، ولا يجب علي النظر حتى أعلم بوجوبه، ولا أعلم بوجوبه أو لا أعلم وجوبه حتى أنظر. فآل الأمر إلى أن النظر موقوف على النظر بواسطة إيه؟ بواسطة أن النظر موقوف على وجوبه، يعني النظر نفسه متوقف على وجوب النظر، ووجوب النظر متوقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب موقوف على النظر، والموقوف على الموقوف على الموقوف على الشيء موقوف على ذلك الشيء، وتوقف الشيء على نفسه باطل، فما أدى إليه وهو كون وجوب النظر شرعيا باطل. وهذا الدليل حجة لمين؟ عند المعتزلة. لا قدرة للنبي على دفعه، وهو معنى إيه؟ ها؟ وهو معنى إفحامه. خلاص كده؟ ده تقرير دليل مين؟ دليل المعتزلة. يلا من. قوله لا ينظر إلى آخره فيه حذف، والأصل لا ينظر ما لم يجب، ولا يجب ما لم يعلم. بينوا الحذف في اللي احنا قلناه، لا ينظر حتى لا يعلم، ولا يعلم حتى يجب، ولا يجب حتى ينظر. فآل الأمر إلى توقف النظر على إيه؟ على النظر. والأصل لا لسه ما هو، والاصل لا ينظر ما لم يجب، قلت ليه؟ ولا يجب ما لم يعلم وجوب، ماشي واجيب. يبقى عندنا لسه في الكلام في الاجابه. يلا. قوله لا ينظر الى اخره فيه حذف، والاصل لا ينظر ما لم يجب، ولا يجب ما لم يعلم وجوبه،
يلا. قال المصنف: وأجيب بأنه مشترك، والمشترك ملزم. وأجيب بأنه الإيه؟ بأنه الضمير يعود على إيه؟ لا، اللي هو الجواب الإلزامي ده، اللي هو لا لازمة. مش احنا قلنا الإجابة لها طريقتان، جواب إلزامي ومن ناحيتين، ما ألزمونا به نلزمهم به. وهذا الإلزام اللي هو الجواب الإلزامي مشترك، والمشترك ملزم. يعني ملزم لمين؟ للطرفين. في نسخة تانية عندي أنا غير دي مكتوب فيها كده أجيب، مش هنا عندك وأجيب بأنه إيه؟ مشترك، والمشترك. عندي أجيب بأن الإلزام مشترك، ومشترك الإلزام لا يلزم. يعني إذا كان الإلزام مشترك للجانبين فلا يلزم أحدا منهما، يا إما يلزم الاثنين يا إما ما يلزمش. وطالما لازمنا ولازمهم يبقى ما فيش معنى، ما فيش إلزام. ما دامت الإلزام للطرفين يبقى فين؟ إحنا عاوزين إقامة حجة من طرف على آخر. يبقى في نسخة تاني فيها كده: أجيب جدلا بأن الإلزام مشترك، ومشترك الإلزام لا يلزم. أمال هنا بيقول إيه؟ وأجيب بأنه، اللي هو الجواب الإيه؟ الإلزامي مشترك. إيه معنى مشترك؟ يعني إيه؟ بيننا وبينهم. والمشترك ملزم، يعني ملزم لهم أيضا كما هو ملزم لنا، فلا يكون هناك إيه؟ إلزام. يبقى إذن سواء قلناه كذا مشترك الإلزام لا يلزم، أو قلنا هنا والمشترك ملزم، فالنتيجة واحدة. إذ لو وجب أيها الإلزام الثاني لا يمكن الإلزام الأول. يعني إحنا عاوزين نقوله مشترك، يعني الإلزام مش لينا وحده، لينا وليكم، أو أنه غير ملزم لا لينا ولا ليكم. واضح كده؟ ما هو الإبطال هنا مشترك، يعني كما أبطلتم دليلنا هو نفس الكلام حيبطل دليلكم. يبقى هنا غير ملزم لا لنا ولا لكم، أو أنه ملزم لنا جميعا. يبقى في الحالة دي ما فيش إيه؟ ترجيح واحد على الثاني. مفهوم ولا لسه؟ وأجيب بأنه مشترك، والمشترك ملزم، إذ لو وجب عقلا لأفهم أيضا. ومعنى والمشترك ملزم يعني للجانبين. إذ لو وجب عقلا لأفهم أيضا. يعني عاوز أقول لك لو كان ملزما لنا، لأننا قلنا إن النظر واجب شرعا، أيضا لو وجب عقلا لأفهم. لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم. لأن وجوب النظر يعني وجوب عقلا، أو إذا حكم العقل بوجوبه فهذا غير ضروري عندهم، يعني عند المعتزلة. ليه؟ لأنه لو كان ضروريا عندهم كانوا انتصروا على مين؟ على أهل السنة. ده هم بيقولوا ده متوقف على مقدمات، يعني هو مش أمر ضروري زي المشاهدات والحسيات والبدهيات، ولكنه ما هو إيه معنى كلمة نظر؟ لازم يكون فيه مقدمات دقيقة تفتقر إلى أنظار دقيقة. خلاص كده؟ يعني مش ضروري، يعني هو أمر عندهم بدليل يعني نظري. إذ لو وجب عقلا لأفهم أيضا، لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم لتوقفه على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة. يعني النظر، وجوب النظر عند المعتزلة هل هو مسألة ضرورية ولا مسألة متوقفة على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة؟ ما هي الأنظار الدقيقة؟ حيشرحها. يعني بيقول مفتقر إلى مقدمات تفتقر إلى أنظار، يعني إلى مقدمات، وهي إيه؟ إفادة النظر العلم مطلقا. يعني هل النظر ده يفيد العلم مطلقا ولا يفيد العلم في الإلهيات؟
وأن المعرفة واجبة وأنها لا تحصل إلا بالنظر، فالنظر متوقف على الأشياء دي، فلازم يعلم هذه الأشياء قبل أن ينظر، لأنه لو لم يكن النظر مفيدا للعلم، ولو لم تكن المعرفة ليس لها، إذا كانت ليس لها طريق إلا النظر، يبقى في هذه الحالة لازم إيه ينظر. إنما إذا كانت يمكن أن يصل إليها من غير طريق النظر، يبقى في هذه الحالة إيه اللي حيخليه ينظر؟ فكون النظر متوقف على أنظار وعلى مقدمات، يعني معناها غير ضروري، فإذا لا يمكن ينظر حتى يعلم وجوب النظر، ولا يعلم وجوب النظر ما لم ينظر، فتوقف أيضا على نفس ما قالوا. والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرعا. يبقى عندما قال لأن وجوب النظر غير ضروري لتوقفه على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة، والحق ده الجواب الإيه، هذا هو الجواب الإيه الحجدة، هذا هو الجواب التحقيقي اللي عدده الجواب الإيه الإلزامي. يلا. أما عادة نعم ولسه احنا ما وصلنا لهاش، انت لسه قلناها عشان يبقى اذن الاجابة لها طريقان، مش كده؟ طريق الالزام والمقصود به افحام الخصم واسكاته بصرف تفتح باب الكعبة مالك. فين وصلنا شكرا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل إن شاء الله تعالى. طبعا ماشي بقى هنجيب من كلام من اول وقال باعتراض المعتزلة انهم قالوا لو لم يجب النظر عقلا للزم افحام الرسل، وبيان الملازمة وأنها غير واضحة أن المكلف لا ينظر، يعني إذا قال له الرسول أو النبي انظر في معجزته فيقول لا أنظر ما لم أعلم وجوب النظر ولا أعلم وجوبه حتى إيه حتى أنظر، فتوقف النظر على النظر بواسطة، انه في ايه دور مصرح وفي دور ايه بواسطة، يعني الوجوب متوقف على ايه على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب متوقف على ايه على النظر، فيقول له الرسول او النبي انظر فيقول لا انظر ما لم يثبت عندي وجوب الايه النظر، ووجوب النظر يثبت ايه شرعا، والشرع لم يثبت عندي، لان الشرع متوقف على ثبوت ايه نبوة مين الرسول، ونبوة الرسول متوقفة على ايه على النظر فيها بالنسبة لمين للناظر، فاذا توقف النظر على ايه على النظر، هذا هو الجواب الايه الالزامي، ولكن هذا الجواب الالزامي مشترك بين الطرفين، والمشترك ملزم يعني ملزم لهم أيضا،
فيقال لهم لو وجب عقلا، هم قالوا لو وجب النظر شرعا لإيه للازم إفحام الرسل، ونقول لهم أيضا لو وجب عقلا للازم إفحام الرسل أيضا. ليه؟ لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم لتوقفه على مقدمات تفتقر إلى أنظار دقيقة. يبقى إذن ده الجواب ليه؟ هذا هو الجواب الإلزامي، وكما يصلح لهم يصلح إيه لنا، ومشترك الإلزام لا يلزم أو يلزم لنا ولهم. واضح كده؟ انتهينا من الإيه؟ من الجواب الأول اللي هو إيه؟ الإلزامي، يعني كما ألزمونا ألزمناهم. فبقي إيه؟ الجواب الإيه؟ التحقيقي. نعم؟ هو ده في تقرير الملازمة عندما نرد عليه، إما نرد بإلزامهم، ما هو ده الجواب الإلزامي، ما هو ده جواب بنفس الاعتراض، يعني اعترضوا عليهم بمثل ما اعترضوا علينا به، نلزمهم بما ألزمونا. فالجواب الإلزامي ليس فيه إيه إظهار للصواب أو لما هو حق، ولكن المقصود منه ليس بيان الحقيقة، وإنما المقصود به إفحام الخصم وإسكاته، فهو في الحقيقة ليس جوابا، إنما كل ما في الأمر أسكتنا به الخصم. لكن هل إحنا مقتنعين؟ هل ده قرر الحق في المسألة؟ ولذلك ثم إيه جواب إيه جواب إلزامي. إن الجواب الإلزامي ليس فيه إيه؟ ليس فيه جواب، وإنما فيه إيه؟ إسكات، إسكات وإفحام للخصم. يلا شيخ محمد. والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرعا. يبقى إحنا هنا حنسلك معاهم إيه طريق التحقيق الذي هو إظهار الحق في المسألة، يعني في إيه في موضوع النزاع. فالآن حنتكلم مش في إسكاتهم، وإنما في تحقيق المسألة إيه علميا. أما عادة فلأن الله تعالى أجرى عادته. لا، هات الأول من الكلام من الأول. والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرعا. خليك معي، هم أول الملازمة لما شرحوها عشان يبينوا الربط قالوا إنه النظر متوقف على العلم بالوجوب، مش كده؟ والعلم بالوجوب، النظر متوقف على الوجوب، والوجوب متوقف على العلم بالوجوب، أو النظر متوقف على العلم بالوجوب، والعلم بالوجوب متوقف على الوجوب نفسه، والوجوب متوقف على إيه؟ على النظر. فبدأ يعمل إيه هو؟ يبطل الإيه المقدمات، مش في مقدمتين؟ فبدأ يبطل المقدمات، فقال والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرعا. فإذا وصلنا إلى هذا التحقيق حتبطل المقدمات اللي بنوا عليها الملازمة، أو اللي هي أفادت الإيه الملازمة. فالنظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا شرعا. فحيشرح الأول كلمة إيه لا عادة. أما عادة فلأن الله تعالى أجرى عادته وطرد سنته
بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن النظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات. ومن أعظم ذلك يعني ومن أعظم عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات. من أعظم ذلك ما تأتي به الرسل من خوارق العادات. خلاص كده، يعني عاوز يقول عاوز يبطل لهم كلامه. مين اللي قال لكم انه النظر متوقف على العلم بالوجوب؟ قال هذا لا هو موجود في العادة ولا هو موجود في أدلة الشرع، فحيتكلم على عدم توقفه اللي هو ايه النظر على العلم بالوجوب في العادة. قال لأن الله تعالى أجرى عادته وطرد سنته بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن النظر. يعني الله تعالى أجرى عادته بتواطؤ العقلاء على النظر، فلم يتواطؤوا على الإعراض عنه، بل تواطؤوا على إيه؟ على النظر. يعني أجرى الله تعالى سنته وجعل النظر أمرا فطريا في تكوين الإنسان، جعله بفطرته وبعادته وبحكم تكوينه ينظر في عجائب الكائنات وغرائب المصنوعات، ومن أعظم ذلك خوارق العادات التي جاءت بها الرسل. يبقى إذن النظر مش متوقف على العلم به في العادة، لأنه لم يأتي هذا في عادة الناس، أن الناس لا ينظرون حتى يعلموا بذلك بأنه واجب، بل هم ينظرون سواء علموا أنه واجب أو لم يعلموا. وهذا الذي أجرى الله تعالى به إيه؟ عادته. ما هو الذي أجرى الله تعالى به العادة؟ عدم تواطؤ العقلاء على الإعراض عن النظر. يبقى إذن النظر مش متوقف على إيه؟ ها؟ على العلم بالوجوب بالنسبة للإيه؟ لدليل العادة. ده. وكذلك بالنسبة لدليل الشرع، فقال وأما شرعا فلأن النظر وجوبه متوقف على التمكن من العلم لا على العلم. يبقى إذن متى ينظر الإنسان؟ إذا كان عنده أهلية للنظر، يعني إذا كان متمكنا. ما معنى أنه يكون متمكنا؟ يعني إذا كان بالغا عاقلا، يعني متمكنا من الإيه؟ من العلم، وليس بشرط أن يكون عالما. فعندما يتمكن يعني بعد البلوغ وبعد إيه؟ أول كمال العقل، يصير ينظر في الأشياء بحكم إيه؟ ما جبله الله تعالى وما فطره عليه. يبقى في العادة لم يجري الله تعالى عادته بتواطؤ العقلاء على ترك النظر، وفي نفس الوقت بالنسبة لدليل الشرع النظر ليس موقوفا على العلم بالوجوب، وإنما موقوفا على التمكن من العلم. وهي معنى التمكن من العلم يعني إيه؟ البلوغ والعقل، لأن الإنسان إذا لم يكن بالغا عاقلا فلا يكون متمكنا من العلم. واضح كده؟ اقرأ يا مولانا. لا لسه في المتن. وأما شرعا فلأن النظر وجوبه أو وجوبه متوقف على التمكن من العلم لا على العلم. خلاص كده؟ هات الحاشية. وأجيبك. أي
مش من مش مش مش, مش اللي قبله قرأناه. وهذا الدليل لا حجة يعني لا قدرة للنبي على دوه مع ولا ينظر يعني فيه حزبه وأجيبه. قوله وأجيبه بأنه أي هذا الاعتراض إلحام الرسل يعني هذا الاعتراض أو هذا الإلزام اللي هو إيه قالوا لو لم يجب النظر عقلا للازم إفحام الرسل. هذا مشترك يعني مشترك بيننا وبينكم كما يلزمنا معاشر أهل السنة على قولنا يعني على قولنا بوجوب النظر إيه شرعا يلزمكم على قولكم بوجوبه عقلا. والاعتراض المشترك غير ملزم للخصم. ليه؟ إذ لا حجة فيه لإثبات الإيه المطلوب. قوله مشترك أي بيننا وبينكم كما يلزمنا معاشر أهل السنة على قولنا بوجوب النظر شرعا يلزمكم على قولكم بوجوبه عقلا. والاعتراض المشترك غير ملزم للخصم إذا حجة فيه لإثبات المطلوب. يعني الاعتراض طالما مشترك بيننا وبينكم ما فيهش حجة بل الكل في ورطة يعني إحنا وهم بل الكل في إيه في ورطة. فكأنه قال ما ألزمتمونا به يلزمكم وما هو جوابكم فهو جوابنا. يعني هم ماذا قالوا؟ قالوا لو لم يجب النظر عقلا للزم إفحام الرسل. ونحن نقول لهم ولو وجب عقلا أو لو لم يجب شرعا للزم إفحام الرسل كذلك. يعني الإلزام مشترك بين الإيه بين الطرفين فلا يصلح أن يكون جوابا لإيه لواحد منهما. ده الجواب لإيه الإلزام. يلا أمام قوله لأفحم أيضا أي نستلزم الإفحام كما يستلزمه لو وجب شرعا. يعني حيستلزم الإفحام إذا وجب عقلا وحيستلزمه كذلك لو وجب شرعا. ليه؟ قوله لأن وجوب إلى آخره لأنه ليس مستفاد. ما احنا الأول شرحناه كده عشان تفهموا. قلنا لو أنه واجب شرعا مثلا قالوا حيلزم عليه الإفحام. ونقول لهم كذلك لو كان واجبا عقلا حيلزم نفس الإلزام. فمثلا الرسول يقول للمكلف انظر في معجزتي لتصل إلى صدقي. فيقول له لا أنظر ما لم أعلم ليه الوجوب ولا أعلم الوجوب حتى أنظر في نبوتك حتى تثبت نبوتك ولا تثبت نبوتك حتى أنظر. فهنا إيه يقول له أنا لا أنظر. حيقف إيه الرسول ماذا يفعل في هذه الحالة؟ حيعجز عن إثبات ليه الرسالة. أو ده معنى إيه معنى الإفحام. حنقلبها على الناحية الثانية حيقول له انظر لأن العقل أوجب عليك. مش عندهم حكم النظر واجبي عقلا. فيقول كيف أعرف أنه وجب عقلا إذا نظرت؟ يبقى إذن وجوب النظر علي لا أعلمه حتى إيه آتي بالمقدمات والأنظار فأعلم أن العقل أوجب علي. ولا يوجب العقل علي ما لم أنظر وأنا لا أنظر. يبقى في الحالتين النتيجة ايه واحد. ايه الاشكال؟ احنا لما نقول بيذكر او يأتي بالمعجزة هذه المعجزة لا تثبت عندي الا بالعقل. انا فعلا شيء خارق العادة عجزت عن الجنب المسلم وده فعلا. يعني هو المعجزة في ذاتها ولا النظر في المعجزة؟ لا هو مش هينظر لأنه لا ينظر إلا إذا وجب عليه النظر ولا يجب عليه النظر حتى ينظر. مفيش إشكال. لسه هيجي الكلام ده في الرد عليهم ما تلخبطش. الآن لما يجي كلام الغزالي يلا
قوله، لأن وجوب النظر غير ضروري عندهم. يعني لو كان وجوب النظر عند المعتزلة ضروريا لسلم لهم ذلك الاعتراض، لأنه لو كان مستفادا من المشاهدات. يعني هو النظر عندهم مش ضروري، ليه بيعلل عدم كونه ضروري، فبيقول لأنه ليس مستفادا من المشاهدات ولا من المحسوسات ولا من المتواترات، خلاص في حاجة تانية، ولا من الحتيات التي هي أقسام العلم الضروري. يعني لو كان ضروريا لكان مستفادا من المشاهدات ومن أو من المحسوسات أو من المتواترات أو من الحتيات اللي هي يتكون أو ينقسم العلم الضروري إليه، خلاص كده. لكنه مبني على أنظار، يعني مش مبني على المحسوسات لو كان كذلك لكان ضروريا، بل هو أيضا متوقف على مقدمات. وفي هذه الحالة لو لم يأتي بالمقدمات كيف ينظر؟ يبقى هو أصلا في ذاته نظر، يعني ليس ضروري، يعني هو متوقف على أنظار. قوله غير ضروري لأنه لو كان ضروريا لم يلزمهم ذلك الاعتراض. يعني لو كان ضروريا لم يلزمهم ذلك الاعتراض، إنما يلزمنا نحن، ما يلزمهمش هم. يبقى مش هيبقى ملزم، مش هيبقى مشترك، هيبقى لينا بس. قوله يفتقر لأنظار دقيقة أي عنده، وذلك لأن وجوب النظر عندهم يتوقف على كون النظر يفيد المعرفة. يعني عند المعتزلة وجوب النظر عندهم مش ضروري، ليه؟ لأنه يفتقر إلى أنظار دقيقة. عاوزين نفصلها. وجوب النظر يتوقف على كون النظر يفيد المعرفة، يعني لازم قبل أن نوجب النظر نقول لماذا ينظر، يعني الفائدة، عشان أصل من خلاله إلى المعرفة. فلو أني نظرت في النظر نفسه وعلمت أنه لا يوصل إلى المعرفة، فهل أنظر؟ لا. يبقى إذن وجوب النظر يتوقف على أن النظر يفيد الإيه؟ المعرفة، ويتوقف أيضا على أن المعرفة نفسها واجبة، وأن النظر طريق إليها ولا طريق إليها سواه. ففي هذه الحالة يبقى لازم أنظر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فممكن الإنسان يصل إلى الحق مثلا برؤية منامية أو بإلهام أو بكشف أو مثلا بشيء آخر غير النظر، بل ممكن يعني ينبهر بالمعجزات فيؤمن ويصدق من غير من غير هذا الأمر مباشرة. يبقى إذن ممكن يصل الإنسان إلى المعرفة من غير من غير النظر. إنما إذا كان لا طريقة إلى المعرفة إلا النظر، يبقى ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. الله يبقى. قوله يفتقر لأنظار دقيقة أي عنده، وذلك لأن وجوب النظر عندهم يتوقف على كون النظر يفيد المعرفة، وأن المعرفة واجبة، وأن النظر طريق إليها ولا طريق إليها سواه، وأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قوله والحق أن النظر لا يتوقف على العلم، أي والجواب التحقيقي. يعني عندما هنا جاب القاعدة اللي هي معروفة، في قواعد مهمة في أمورنا الحياتية وفي أنظارنا، إنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو فهو واجب. دي قاعدة أصولية، خلاص، أهميتها كبيرة جدا في حياتنا المعاصرة.
وما أكثر ما فرعه الفقهاء على هذه القاعدة، ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ يعني فرعوا عليها كثيرا من التطبيقات. مثلا من ذلك، من ضمن اللي فرعوه، لو اشتبهت الثياب الطاهرة بأخرى نجسة ولم نستطع أن نميز، يعني عندك ثياب طاهرة اختلطت بثياب نجسة ولم نميز بين الطاهرة وبين الايه، هل يمكن الصلاة بأحدها؟ يعني نصلي بأي واحد ونحن غير متأكدين من طهارته، أم نترك الصلاة بهما جميعا لكون أحدهما نجسا وربما يكون هو الثوب الذي بأيدينا؟ يبقى القاعدة دي قاعدة مهمة جدا عند الفقهاء، فرعوا عليها تطبيقات إيه؟ كثيرة، منها هذا إيه؟ التطبيق الذي ذكرناه. يلا مولا شوف الفقهاء ماذا قال. أنا أثرت المسألة، ابحث عن الجواب. فحش مالا شمس بغل اثنين. يلا مولا والحق والحق إلى آخره، أي والجواب التحقيق. هنا والجواب التحقيق، يعني اللي فيه حل المشكلة، لأنه اللي هو إيه؟ الجواب التحقيقي يحل ما تمسك به الخصم، بخلاف الجواب الأول اللي هو إيه؟ الإلزام، فإنه مفيد لإسكات الخصم ولا يثبت مذهب المجيب وهم أهل السنة. يعني الجواب الأول ده لا يفيد إثبات مذهب أهل السنة، وإنما يفيد إيه؟ إسكاته. والحل يكون بأمور، ده الحل، ده بدأنا هنا في الحل. يلا والحل يكون بأمور، إما بإبطال ما حكمت به الشرطيات من اللزوم. فين الشرطية؟ لو لم يجب النظر عقلا، خلاص كنا وإما بإبطال الاستثنائيات أو دليلها إذا كان الدليل استثنائيا كما هنا يعني إما نبطل الشرطية اللي هي بيسموها المقدم، أو نبطل الاستثنائية. والحق قوله والحق أن النظر أي من حيث ذاته ومن حيث حكمه لا يتوقف إلى يعني النظر من حيث ذات النظر، بصرف النظر عن حكمه، يعني حكم اللي هو الوجوب، أو من حيث إيه؟ حكمه، الاثنين واحد، لا يتوقف على إيه؟ على العلم بالوجوب، لا عادة ولا شرعا. قولنا من حيث ذاته ناظرين فيه لرد قولهم في الدليل النظر موقوف على وجوبه، يعني النظر موقوف على أن النظر واجب الذي هو المقدمة الأولى. وقولنا من حيث حكمه ناظرين فيه لرد المقدمة الثانية، أعني قولهم ولا يجب النظر إلا إذا علم وجوبه، يعني إذا علم الحكم بوجوبه. يبقى لا من حيث ذاته ولا من حيث الحكم، متوقف على إيه؟ على العلم بالوجوب، لا عادة ولا إيه؟ ولا شرع. قوله أما عادة، أي فلو كان النظر يتوقف على ثبوت وجوبه على الناظر لم تضطرد العادة، بل كان لا ينظر الإنسان إلا إذا ثبت عنده وجوب النظر عليه. يعني شوف العادة كده، لو كان النظر متوقف على ثبوت وجوبه على الناظر
يبقى لم تطرد العادة، بل كان الإنسان لا ينظر إلا إذا ثبت عنده وجوب النظر، مش كده؟ إلا إذا ثبت عنده وجوب النظر عليه. فجريان العادة بتواطؤ العقلاء على النظر من غير أن يقول أحد لا أنظر حتى يثبت عندي وجوب علي، مبطل للمقدمة الأولى من قولهم النظر موقوف على وجوبه. يبقى النظر ليس موقوفا على وجوب النظر من حيث ذاته، ولا على العلم بالوجوب، لا عادة ولا شرع، لأنه لو كان كذلك لقال العقلاء لا أنظر حتى أعلم بالوجوب أو حتى يجب، ومع ذلك اضطردت العادة وأجرى الله سنته، لأن الناس ينظرون دون أن يقول أحدهم لا أنظر حتى أعلم الوجوب أو حتى يجب. خلاص كده؟ يلا. وأما العادة ثم إن المرادة بقوله بعدم تواطؤ العقلاء، ثم إن المراد بقوله بعدم تواطؤ العقلاء على الاعتراض إلى آخره تواطؤهم على النظر، يعني عندما قال أجرى الله عادته وطرد سنته بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض، يعني يريد أن يقول لك أن العقلاء تواطؤوا على النظر من غير أن يقول أحدهم لا أنظر حتى أعلم أو لا أنظر حتى يجب. فالأوضح إسقاط عدم يعني الأوضح يقول كده أجرى الله عادته وطرد سنته بتواطؤ العقلاء على النظر مش بعدم، لأن المضطرد والذي جرت به العادة مش هو عدم الإعراض، ده هو النظر نفسه، فكان الأولى يشيل كلمة عدم، لأن هذه كانوا معنى تواطؤوا على العدم ولم يتواطؤوا على النظر نفسه، لكنها تفيد أنهم إذا كانوا لا يتواطؤون على إيه أجرى عادته بعدم تواطؤهم على الإعراض. هو الشيخ بيقول الأوضح، بس الأوضح ما قالش يلا، الأوضح في الدليل الأوضح. فالأوضح إسقاط قوله عدم والإعراض الإعراض. لا مش كده، فالأوضح إسقاط عدم وإسقاط الإعراض، يعني نقولها كده، فلأن الله تعالى أجرى عادته وطرد سنته بتواطئ العقلاء على النظر أو عن النظر. خلاص، يعني يسقط كلمتين، يسقط كلمة عدم ويسقط كلمة إيه الإعراض. قوله وطرد سنته أي طريقته، أي جعلها مضطردة دائما، وأما العادة فتصدق بمرتين، يعني العادة أقل حاجة مرتين، إذا مش مرتين بس ده آلاف المرات، الناس ينظرون منذ إيه منذ عهد آدم عليه السلام، فمش مش يعني أقل حاجة مرتين، مش يعني النظر في مرة، ده أقل شيء، تصدق العادة بمرتين، فما بالك بملايين ملايين المرات بمرتين، يعني لو مرة واحدة ما تبقاش عادة، يعني لما أقول لك فلان ده عادته لما يجي مثلا يصلي بيصلي جنب العمود ده، متى أقول هذه عادة؟ إذا شفتها منه مرتين، إنما مرة واحدة كيف أقول دعاته؟ يعني العادة تصدق بإيه؟ بمرتين. يعني مثلا في واحد في الدرس بيرغي ويتكلم فيما لا يفيد، لكن ده أول مرة، فلا أقول هذه عادته، خلاص؟ وإنما إذا تكرر ذلك مرتين، وقد تكرر ذلك منك 50 مرة
ساعات بيجي الطبع. شوف كده العادة، العادة إذا لم تقاوم تحولت حاجة، والحاجة إذا لم تقاوم تحولت ضرورة، والضرورة إذا لم تقاوم تحولت طبعا، والطبع لا يقاوم. الطبع غلب ليه؟ التطبع. قوله عجائب الكائنات من إضافة الصفة للموصوف، يعني الكائنات العجيبة. والكائنات جمع كائنة بمعنى موجودة، بمعنى موجودة بعد عدم. قوله وغرائب المصنوعات عطف تفسير من إضافة الصفة يعني إلى الموصوف، يعني المصنوعات الغريبة. ومن أعظم ذلك يعني ومن أعظم العجائب ومن أعظم المصنوعات قوله هو من أعظم ذلك، أي ومن أعظم الأمور الغريبة التي تلطأ على النظر فيها ما يأتي به الرسل من خوارق العادات. فقد جرت العادة أن النفوس تلتفت إلى النظر لذلك، ولم يقع أن المكلف يقول ما أنظر لا أنظر حتى يجب علي النظر. فهذا كله مما يدل على إشكال المقدمة الأولى. خلاص كده؟ طيب يبقى احنا قلنا هنا الجواب هنا بإيه؟ والحق أن النظر لا يتوقف على العلم بالوجوب لا عادة ولا إيه؟ ولا شرع. خد بالك الجواب بالعادة يرد قضيتين اللي هي لا أنظر حتى يجب ولا أنظر حتى أعلم الإيه الوجوب. يبقى إذن عندما نقول إن الله تعالى أجرى عادته بإيه بعدم تواطؤ العقلاء على الإعراض على إيه عن النظر، يبقى هذا الجواب رد قضيتين. ما هما؟ لا أنظر حتى يجب ولا أنظر حتى أعلم، يعني كون النظر موقوف على الوجوب هذا رد بتقرير العادة، وكون النظر موقوف على العلم بالوجوب هذا أيضا مردود بتقرير العادة. يبقى الجواب بالعادة رد قضيتين، أما الجواب بالشرع يرد القضية الأخرى اللي هي إيه؟ لا يجب علي النظر حتى أعلم بالوجوب ولا أعلم بالوجوب ما لم أنظر. يبقى شوف كده الجواب بالعادة رد إيه؟ رد اتنين، والجواب بالشرع يرد إيه؟ يرد قضية واحدة. يلا أقول بقى في هنا إشكال الجماعة أهل السنة والجماعة ماذا قالوا؟ قالوا إن الله تعالى عشان يبطلوا إيه القضية بتاعة المعتزلة، قالوا إن الله تعالى أجرى العادة، يعني عاوزين يبطلوا إيه يعني العبارة دي اللي هي الرد أو الجواب بالعادة. ماذا رد كما قلنا؟ رد إيه؟ رد على قضيتين أو على مقدمتين، ما هما؟ أن النظر موقوف على الوجوب، أيوة، وأن الوجوب موقوف على العلم به، مش كده؟ يعني معنى كده احنا عاوزين نقوله إيه؟ النظر ده أو كون الناس ينظرون هذا أمر عادي. طيب دليل أهل السنة أن النظر واجب شرعا، كان المفروض لما يجي يردوا على المعتزلة يقولون لهم إن وجوب النظر لا شرعي ولا عقلي، وإنما هو أمر اعتاده الناس وأجرى الله به سنته، مع إنه دليل أهل السنة أن النظر واجب شرعا، فكيف يردون بالعادة؟ هل العادة دي حكم شرعي؟ هل هم كده حلوا الإشكال؟ لا. فإن قيل أو ده الاعتراض، فإن قيل تواطئ العقلاء عليه، يعني العقلاء متواطئون على إيه؟
على النظر يعني على فعله، ولم يتواطؤوا على الإعراض عنه. فإن قيل تواطع العقلاء عليه يصيره حكما عاديا مش كده، ويكر على الدعوى بالبطلان، لأن مدعى أهل السنة أنه حكم شرعي، والدليل الذي ذكروه أفاد أنه ليس شرعيا إنما هو أمر عادي. هل ده نفع في الجواب؟ ها؟ صحيح ربنا زي ما انتوا قلتوا أجر العادة، لكن فين دليلكم؟ ده انتوا بتقولوا واجب شرعا، اللي ذكرتوه ده دليل شرعي ولا دليل عادي؟ يبقى هو فين الحجة الشرعية؟ أنتم تقولون أن النظر واجب شرعا، ونحن نقول إنه لا، ده واجب عقلا، ولو لم يجب عقلا للازم إفحام مين؟ الرسل. ثم الدليل الذي ذكرتموه اللي هو تواطؤ العقلاء ده صيروا ايه؟ ها؟ صيروا حكم عادي. نعم؟ لا، ده هم بيقولوا لا عادة ومن ولا شرعا، ايوه بس هم لما بدأوا هم احنا قلنا الجواب بالعادة رد قضيتين، ولسه هي الجواب بالشرع. الجواب العادي ده افاد انه امر عادي، والدعوة على انه ايه؟ واجب شرعا. يبقى اذا ما قاله اهل السنة ما عملش شيء، ده كل ما في الامر قرروا ايه يعني، كأنهم ردوا على انفسهم لانهم لم يأتوا بدليل شرعي. شوف الجواب ايه على الاعتراض ده اذا اعترض به. صحيح المعتزلة ما اعترضوش بكده، لكن ممكن يعترض. فالجواب ليس الجواب المذكور ده اللي هو ايه، ان الله اجرى عادته، ليس هذا دليلا على وجوب النظر. امال الجواب ده يفيد ايه؟ يفيد ابطال الافحام، بس يفيد انه انتوا بتقولوا لو لم يجب عقلا للزم، هيقول لا ده هو واجب مش عقلا ومع ذلك بالعادة. يبقى اذا عاوزين نبطل الافحام، عشان هم حصروا الوجوب في انه عقلي، ما اما الوجوب اما يكون عقلي يا اما شرعي يا اما عادي، فهم حصروه. فلما احنا ردينا عليهم بالعادة ابطلنا الافحام. يبقى اذا فادنا في حاجة واحدة بس، في ابطال الافحام. فان كان العقلاء يتواطؤون كده، فلا معنى لإيجاب الشرع إياه. يعني إذا كان هذا أمر يتواطأ عليه العقلاء والناس دائمون عليه، فإذا أوجبه الشرع يكون تحصيل حاصل. كيف يوجب الشرع علينا أمرا هو حاصل؟ فهمت كده؟ يبقى معنى كده الرد بالعادة أفاد فقط إبطال مسألة الإيه؟ الإفحام. فإن كان العقلاء يتواطؤون فلا معنى لإيجاب الشرع إياه، بل لا معنى لإيجابه أصلا لا شرعا ولا عقلا، لأنه تحصيل حاصل، لأنه حاصل. إيه الجواب؟ ليس كل ده الجواب. لو واحد قال لك أن هذا أمر أجرى الله به عادته والعقلاء يتواطؤون عليه، فتقول له هل كل ما تجري به العادة أو تدعو إليه الجبلة لا يكون واجبا شرعا؟ يعني عاوز يقول لك إنه العادة جرت به والشرع أوجبه، فكأنه ده زيادة على الجواب وليس نقص. بدليل إيه؟ مثلا إنسان كاد يهلك وحيسد رمقه بطعام أو شراب أو حتى شيء محرم،
جرت عادة الناس بتواطئهم على ذلك مع أن الشرع أوجبه. لو أن إنسانا قصر في هذا لأثم شرعا، مع أن العقلاء يتواطؤون عليه لا على الإعراض اللي هو سد الرمق وإنقاذ الناس، إنقاذ الإنسان نفسه من الهلكة، هذا أمر جرت به العادة وفي الوقت ذاته أوجبه إيه؟ يبقى ليس كل ما تجري به العادة أو تدعو إليه الجبلة لا يكون واجبا. ألا ترى أن سد الرمق مع وجدان ما يسد رمقه واجب شرعا مع تواطؤ العقلاء عليه؟ خلاص كده. افرض أرادوا بالعادة، هي المراد بالعادة يعني قال لك لا مش عادة الناس يعني طبائعهم، ولكن المراد أنه تواطأت عليه الشرائع، يعني كل الشرائع جاءت على هذا فأصبح عادة، لكن الأصل هو إيه؟ أمر شرعي، فلا يتوقف على ثبوت نبي مخصوص، بل هو محتاج في كل شريعة إلى تقرير من ذلك الشارع، ولا يصح تقريره حتى تثبت نبوته. لكن لو سلم بهذا انه مقرر في الشرائع، فماذا تقول في اول رسول؟ فرجع الاشكال. يعني لو كان امر مما تواطأت عليه الشرائع يبقى حيسلم في الشرائع كلها المتقررة، لكن في اول رسول كان لسه ما فيش ايه تواطؤ، ما فيش شرائع تتابعت على ايه على الخلق. فبعضهم قال ايه اعتبروا واجب، اعتبروا وجوب النظر ده باعتبار المآل. يعني ايه؟ يعني متى نظرت وثبت عندك نبوة هذا النبي تبين لك ان النظر كان واجبا، يعني باعتبار ايه؟ باعتبار ايه؟ المآل. وده المثال اللي انت ساعدتك ما صبرتش عليه، اللي هو مثل وضربه الشيخ مين؟ الشيخ ابو حامد الغزالي. بيقول واحد جاء يحذر انسان وقال لانسان او لجماعة ورائي سبع ضاري ورائي، فان لم تهرب قتلك، وان التفت وراءك ونظرت عرفت صدق. بيقول له ورايه والرجل كده مش باصص، مش باصص ورد الناحية الثانية. حاول انه وجوب النظر باعتبار المآل، يعني عندما تثبت النبوة يتبين ان النظر في الاول كان واجبا، بدليل ايه؟ ما ذكره الامام ابو حامد الغزالي، جاب مثال جميل جدا وذكره في كتاب الاقتصاد. بيقول حذر واحد يحذر انسان من سبع ضاري ويقول له ورائي سبع ضار، يعني فاتك مفترس، فإن لم تهرب قتلك أو افترسك، وإن التفت وراءك ونظرت عرفت صدقي. فيقول هذا المغفل لا يثبت صدقك ما لم ألتفت ورائي ولا أنظر ما لم يثبت صدقك، فهذا يدل على حماقة هذا الإنسان، لانه يقول له بص وراء في سبع عشان تتاكد من صدقي، فيقول له والله اصلا مش هعرف انك صادق اذا التفت وانا لا التفت، فيروح السبع ايه يفترسوا. فده مثال يعني بيقرر فيه او يبين انه الامر انه النظر واجب للشرع، سواء نظرت او لم، تشل عنك ما نظرت انت حر،
ربنا حط فيك عقل وحط فيك تمييز، فالنظر واجب شرعا عند أهل السنة. علمت بالوجوب أو لم تعلم، نظرت أو لم تنظر، هو واجب والشرع مقرر وانت حر. هنقعد لكل واحد نثبت له مش هنخلص. شفت كده الإمام الغزالي وزي قال لك انت حر، والله أنا بحذرك وقلت لك أنا النذير العريان. الأول يا أخي التفت، إن كنت كذاب مش هتخسر، طب وإن كنت صادق مين اللي هيروح بداية وحالتها مستقبل مش أنت؟ فكأنه إيه فلسفة الإنذار، يعني خد بالأحوط. كمل بس. قوله وأما شرعا سئلنا عشان نتوقف. ماشي. قوله وأما شرعا إلى آخره، هذا رد للمقدمة الثانية القائلة ولا يجب علي النظر إلا إذا علمت بالوجوب. يعني لا يجب علي حتى أنظر أو حتى إيه أعلم بالوجوب. احنا قلنا الجواب الإلزامي خلاص انتهينا منه. والجواب الثاني اللي هو جواب الايه التقرير وحل الايه المشكلة، قلنا حل المشكلة بإبطال إحدى المقدمتين الشرطية أو الايه أو الاستثنائية أو كلتيهما الاثنين، يعني نمنع الشرطية اللي هي ايه لو لم يجب عقلا. خلاص كده. لا أفهم قوله في بيان لا أنظر حتى يجب، ده قلنا ممنوع. ليه؟ لعدم تواطؤ العقلاء على بمنعناه ايه بالجواب بتاع العادة، صح كده؟ وبمنعنا الايه الان دركت الشرطية. وبعدين لو كان من ضرورة المرسل اليهم ان يقولوا لا ننظر اللي هم المكلفين حتى يجب وهو غير لازم، لانه لم يقل احد هذا من المكلفين، دي افتراضات عندهم في اوهامهم لجواز أن يؤمنوا لهم المكلفين أو يتفق أن ينظروا في المعجزة اتفاقا كده، فيظهر لهم الحق فيؤمنوا به. بعدين الجواب التحقيقي يكون بمنع المقدمة الثانية وهي لا يجب علي حتى أنظر أو حتى أعلم بالوجوب، لأن النظر مش موقوف على العلم بالوجوب. يعني واحد يقول لك والله أنا مش هنظر، زي واحد يقول لك والله أنا مش حصلي لأنه لا أعلم أن الله فرض الصلاة وربنا فرضها والشرع مقرر، سواء أنت علمت بالفرض أو لم تعلم. هيقول لك أصل الشرع ما ثبتش، الشرع هو ثابت في نفسك سواء ثبت عندك أو لم إيه لم يثبت. يبقى إذن كونه يقول حتى أعلم بالوجوب، نقول لا، النظر موقوف مش على العلم، على التمكن من العلم، ولأن النظر واجب بالشرع، نظر أو إيه أو لم ينظر، ثبت الشرع عنده أو إيه أو لم يثبت. بس ممكن واحد ذكر الشيخ الإيجي في المواقف بيقول لما نقول النظر واجب بالشرع، نظر أو إيه ثبت الشرع أو، قال هذا يكون من باب تكليف الغافل. الواحد لسه لم ينظر ولم يثبت، فكيف يكون مكلفا دون علمه؟ فجاب الاعتراض انه هذا من باب ايه تكليف الغافل، هو مش هو اللي بيعترض، فينقل اعتراض البعض اننا اذا قلنا انه واجب نظر اولا. خلينا عند ايه تقرير منع الثانيه، منع الايه الثانيه اللي هي ايه لا يجب علي حتى انظر ولا انظر حتى ايه اعلم بالوجوب، بان الجواب موقوف على التمكن من العلم لا على العلم. يكفي كده. الله أكبر. الله أكبر.